بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن قبل لا بأس، يعني إن قبل هذا المال وحج به يجزئه لأنه صار مستطيعا بغيره، لكن لا يجب عليه قبول هذا المال. لماذا؟ خوفا من المنة، منة هذا الشخص يعني عليه. إذا لا يصير مستطيعا ببذل غيره له مالا أو مركوبا. المقصود بكلمة لا يصير مستطيعا يعني بنفسه، بمعنى أنه لا يتعين عليه قبول ذلك أو قبول تلك المنة. وإن قبل وحج بها لا حرج، الحج صحيح، واضح؟ لكن الشرع لا يؤثمه إن رفض، واضح؟ ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له مالا أو مركوبا. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ولو كان الباذل له قريبه كأبيه ونحوه، لأجل المنة، لأجل المنة، كبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض مرضا لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به. مثال آخر، رجل مريض مرضا يعني مزمنا مثلا، والعياذ بالله، مثلا مثل السرطان مثلا، واضح؟ ومع ذلك رجل آخر قال له أنا أبذل نفسي أنا وأحج عنك دون أن تدفع أنت شيئا، واضح؟ وهذا المريض ليس عنده مال يبذله له، فهو سيبذل نفسه، صديقه مثلا أو قريبه هذا يحج عنه وهو عاجز عن الحركة بنفسه. يعني الفرق بين المثالين إيه؟ أن المثال الأول سيبذل له المال، وهذا سيبذل إيه؟ البدن، وربما البدن والمال، يبذل نفسه من أجل أن يعني يحج عنه نائبا عنه، فهذا أيضا لا يجب عليه ذلك. قال الشيخ، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل عبادة اعتبر فيها المال فإنما المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه، كتحصيله بصنعة أو قبول هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال. هذه قاعدة عظيمة يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كل عبادة اعتبر فيها المال، كل عبادة اعتبر فيها المال، يعني يعتبر تحصيل المال شرطا في أداء هذه العبادة. متى نقول على الإنسان مستطيع أو غير مستطيع؟ مستطيع إذا ملك المال بالفعل، وليس مستطيع بمجرد القدرة على ملك المال مع عدم حصول هذا المال. فالقدرة على ملكه مثل إيه؟ تحصيل المال بصنعة، كالمثال الذي ذكرناه من قبل. شخص هو لا يملك مالا لكن عنده صنعة، يستطيع في الطريق أنه يشتغل أو يصاحب القافلة بحيث إيه؟ يكتسب أثناء المسير وأثناء الحج مالا يكفيه في السفر. فهل هذا مالك للمال نفسه أو قادر على اكتساب المال؟ هو قادر على تحصيله، فيفرق بينهم. المعتبر شرعا في الوجوب الشرعي هو إيه؟ الملك الحقيقي للمال، ليس وليس القدرة على تحصيله. بمعنى برضو انتبهوا، بمعنى أنه لا يأثم إذا لم يحج في الحالة الثانية، قدر على تحصيل المال لكن ليس معه عين المال، لكن قدر على تحصيله في الطريق، واضح؟ ففي هذه الحالة إن حج وتحامل على نفسه فهذا خير وبركة، لكن إن لم يفعل هل يعتبر مستطيعا قصر في أداء الحج؟ لا يعتبر مستطيعا. فالعبرة بملك المال حقيقة وليس مجرد القدرة على تحصيل هذا المال، والتي تكون بأسباب، منها مثلا تحصيله بصنعة، تحصيل المال بقبول هبة أو بمسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال. هذا كلام شيخ الإسلام، وأعيد العبارة يعني هي أهميتها. يقول شيخ الإسلام: وكل عبادة اعتبر فيها المال فإنما المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه، كتحصيله بصنعة أو قبول هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فالإمام الشافعي يرى أنه يلزمه الحج ببذل ولده إذا كان قد أدى عن نفسه. يعني رجل لم يحج وعنده ابن، وعنده ابن، هذا الابن حج عن نفسه، ثم هو يبذل المال لأبيه كي يحج، يعطي أباه مالا للحج، والأب لا يملك مالا، بس بشرط ان الابن يكون حج عن نفسه. الإمام الشافعي
يقول لا يقول يلزمه الحج. لماذا؟ لا نعم نعم يعني او بتعبير اخر ان هنا هل تلزمه منا؟ هل اذا يكون مصيبة يعني ان الابن يمن على ابيه دي تكون مصيبة كبرى وأعظم، ان اباء الذي هو سبب وجوده والرسول عليه السلام قال انت ومالك لابيك ثم يمن عليه انه يعني حجده، هذه يعني شيء يستبعد جدا واضح. فالشاهد يعني ان الامام الشافعي يقول لا يلزمه بمعنى انه يصير واجبا عليه مستطيع بغيره، بس بشرط ان يكون هذا غير من ابنه. اذا الابن بذل لابيه فيلزم الاب قبول ذلك قبول ذلك ويصير مستطيعا اذا كان الابن قد ادى عن نفسه فريضه الحج. فان قبل المال المبذول وقدر به وجب عليه الحج اجماعا. خلينا دلوقتي معلش. يقول وان يكون يعني هذا المال فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. طبعا هو العكس الذي تسأل عنه احنا نعتبر جاوبنا عنه في الكلام، لان احنا استثنينا هذه الحالة فقط، وهذه الحالة اصلا مخالفة لقول جمهور العلماء الذي سبق ان ذكرنا انه لا يصير يعني مستطيعا ببذل غيره. واضح ولا غير واضح؟ يعني هذه هي فقط الحالة التي استثناها الامام الشافعي، اما العكس فلا، والا لم اعتبر استثناء. وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. طبعا مؤنة عياله يعني نفقة عياله ومن يعول، سواء كانت من هذه المؤنة تأتي من عقار او من بضاعة او من صناعة. وعلى الدوام حملها بعض العلماء ان يعني في خلال سنة يعني يكون هذا المال الذي يحد به فاضلا باقيا او زائدا على مؤنته نفقته ونفقة عياله على الدوام، يعني سنة كاملة سنة كاملة. والدوام مصدر دام يدوم اذا ثبت واستمر. والعلماء قالوا ان المقصود من عبارة على الدوام مدة ذهابه ورجوعه، مدة ذهابه ورجوعه يكون في خلال فترة التي هو غائب فيها عن بلده قد ترك لأهله وأولاده ما يعني يقوم بمؤنتهم، مدة ذهابه ورجوعه. وقال جمهور الأصحاب وطريق التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك اللي هي على الدوام، يعني مدة ذهابه ورجوعه. ويمكن أن يحمل على ظاهره، صرح به في الهداية بعض علماء الحنابلة قالوا لا يحمل على ظاهره من أنها إيه على الدوام، يعني على الدوام وليس فقط يعني مدة ذهابه ورجوعه. قال صاحب الهداية وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته، أنه يحج ويرجع ويجد مالا يقوم بكفايته من عقار أو بضاعة أو صناعة، ومشى عليه في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم لتضرره بذلك كالمفلس، لأنه إذا أنفق كل ما له من مال وترك لأهله وأولاده مؤونتهم ونفقتهم، لكن أنفق المال بحيث إذا رجع يصير مفلسا ما يبقى، لأن المال الذي تتركه يستهلك في فترة غيابه ومع ذلك لن يكون معه شيء. واضح؟ فأنا أرجو أن الإخوة يهتموا جدا بالتأمل في هذا الكلام، كلام الفقهاء كله نور وكله بصيرة وكله علم وحكمة. واضح؟ لأن نرى أحيانا بعض التصرفات أناس لا تعطي الأمور حجمها، تهون ما يهول والعكس. واضح؟ لماذا؟ لأنهم لا يظنون أمور بميزان الشرع، خاصة الذين يعني فيهم نوع من الاندفاع في النواحي المالية لا يلتزمون القوام والاعتدال، فنجد كثيرا من الناس يستدين لكي يحج. ولماذا؟ لماذا تشق على نفسك؟ لماذا تشغل ذمتك بالدين؟ أنت غير مستطيع، الأمر بسيط انتهى. مثلا المرأة التي تصر على أن تحج بدون محرم، واضح، وتظن أن عاطفتها الصادقة سوف تشفع لها، كل مسلم يود أن يحج حتى أفقر الناس وأحوج الناس، فأنت بهذه النية إن شاء الله تنال منازل عليها عند الله سبحانه وتعالى بالصدق. لكن لماذا هي المرأة التي ليس لها محرم؟ هي غير مستطيعة، ليست ممن استطاع إليه سبيلا، فلماذا تشق المرأة على نفسها وتكلف نفسها ما لا تطيق وتعرض نفسها للأذى حيث تسافر بدون محرم؟ كذلك الشخص الذي يستدين، وبعض الناس يقول الشركة
هتخرجني و يعني ويسدد من مرتبي هذا الدين. ما انت برضه هتسافر وفي ذمتك دين، وفي ذمتك دين كما قلنا من قبل، الاستطاعه شرط وجوب وليس شرط ايه صحه واجزاء. فالحج سيكون صحيحا، لكن لماذا تغفل عن هذه الاعتبارات المهمه التي رعاها الشرع؟ بعض الناس يكون يعني اهله واولاده محتاجين احتياجا اساسيا الى المال ويصر على الذهاب للعمره او للحج. طيب لماذا؟ اذا كنت تريد الثواب، هل انت تظن ان نفقتك على اهلك وعلى اولادك من حلال ليست ثوابا وليست جهادا؟ وما يدريك ربما يكون ثوابها اعظم احيانا. واضح؟ فاذا كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول او يضيع من يقوت، فيترك اولاده بدون نفقه او يستدين من اجل ان عاطفته صادقه ويريد ان يحج الى بيت الله او يعتبر الى بيت الله الحرام. كلا، ينبغي ان الانسان يعني ايه يراعي كيف هؤلاء الفقهاء يضبطون الامور بغايه الدقه وبميزان في غايه الحساسيه للحقوق والواجبات. فلابد الانسان يعني ايه ان يلتزم القوام ولا يرهق نفسه ولا يكلف ما لا يطيق، لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. فلا تشق انت على نفسك بان تتكلف الحج وانت غير مستطيع، وتقول استدين، وتقول نتوكل على الله والاولاد سوف ياتيهم رزقهم الى اخر هذا الكلام. فهذا الاحتجاج ليس في موضعه، والله تعالى اعلم. الصحيح من المذهب كما قال في الانصاف انه يعتبر ان يكون له اذا رجع ما يقوم بكفايته وكفايه عياله على الدوام وعليه اكثر الاصحاب. وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنه عياله على الدوام، يعني من عقار او بضاعه او صناعه. يكون عنده مثلا عقار بيجي له اجور منه قراء، اجر الاجر ياتي، فهذه الاجور التي يحصلها تكفيه، او بضاعه يعني ربح بضاعه، او صناعه ربح صناعه ونحوها، او عطاء من ديوان ونحو ذلك. لكن ان فضل عن حاجته وامكن بيعه وشراؤه قدر الكفايه منه ويفضل له ما يحج به لزمه. يعني ان كان عنده عقارات مثلا او اموال بضاعه او شيء من هذا زائد على حاجته، زائد على حاجته، فيمكنه ويمكنه ان يبيع قدر الكفايه، يعني يبيع مثلا يتقي قدر الكفايه ويفضل له ما يحج، يعني يلزمه في هذه الحاله يصير الحج واجبا عليه. ان يتصرف في بعض ممتلكاته، يعني اذا كان عنده ممتلكات تاتيه بدخل مثلا، واضح، وهي التي تاتيه بالنفقه. لكن ان كان يستطيع ان يتصرف في جزء من هذه الممتلكات بحيث يصير قادرا به على الحج، بشرط ان الباقي يغطي نفقته في اثناء فتره الحج وعلى الدوام ايضا بعد ما يرجع، بيكون له مازال مصدر نفس المصدر الذي ينفق منه. وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنه عياله على الدوام، لانها نفقات شرعيه تجب عليه، تجب عليه يعني الى ان يعود بلا خلاف، لقوله ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقوله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، ولان ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. يعني من كملت له هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، لازمه السعي فورا، يعني واجب عليه السعي للحج والعمرة على الفور،
على الفور، بمعنى انه في الموسم القادم مباشرة لابد ان يحج ولا يجوز له ان يؤخر. وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء سوف نفصلها ان شاء الله تعالى. يعني هل الحج واجب على الفور ام على التراخي؟ واجب على الفور بمجرد استطاعة ام على التراخي في اي يعني سنة مقبلة؟ وللأسف الشديد نجد ايضا تهاونا من الناس في هذا الامر، فنجده بعض الناس تسافر لأوروبا وأمريكا وتصيف مش عارف فين وفين، وبعدين يجي ساعة الحج يقصص الحج ويقول أمان العمر طويل، أو حتى ينفقون في أشياء في غاية يعني التفاهة والسفاهة، ومع ذلك إذا أتى الحج تخرج المعاذير من كل صوب وجه وجهة. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يشكر نعمة الله عليه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كملت له هذه الشروط الخمسة، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وجب عليه السعي والحج والعمرة على الفور. ما هو الفور؟ الفور هو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل. الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل، ولا يجوز له تأخيره عند أحمد وأبي حنيفة وأكثر الشافعية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحج على الفور عند أكثر العلماء، وإذا خاف لعنة من يقدر على الحج قدم النكاح وحكي إجماعا، وإلا قدم الحج. إذا خاف لعنة من يقدر على الحج، يعني الشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى يناقش مسألة أو يشير لخلاصة البحث في مسألة، وهي أن رجلا عنده مال يريد أن يحج ويريد أن يتزوج، والمال يكفي أحد الأمرين فقط، إما أن يتزوج وإما أن يحج، فأيهما يقدم؟ وهذا سؤال شائع. الضابط في هذا أنه يختلف باختلاف أحوال الناس. إن كان هذا الشخص يخشى العنت فعليه أن يقدم الزواج على الحج. العنت يعني الوقوع في الفاحشة، كان يخشى العنت بعد الوقوع في الفاحشة، ففي هذه الحالة يصير ما حكم الزواج في حقه؟ يصير الزواج واجبا في حق مثل هذا، يصير الزواج واجبا. ففي هذه الحالة هذا تعارض الواجبات، واجب الحج مع واجب الزواج. فإن كان يخشى العنت ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم الزواج على الحج، لكن إن كان لا يخشى العنت ففي هذه الحالة يقدم الحج. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وإذا خاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح وحكي إجماعا، وإلا قدم الحج. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفوري، ويأثم إن أخره بلا عذر. يعني إذا استطاع الحج وأخر الحج عن هذه السنة بدون عذر فيعتبر ايه؟ قد اثم. يأثم اذا اخر الحج بغير عذر، لان الامر يقتضي الفورية، لان الامر يقتضي الفورية. تخيل انت رجل عنده مثلا خادم فيقول له اسقني ماء، انا عطشان مثلا اسقني ماء، فينتظر ساعة وساعتين اسقني ماء، تظل كمان ساعة قني ماء، ففي الاخر جابيل بعد خمس ساعات مثلا جايب له الماء، فماذا يفعل به سيده؟ تخيل ان هذا العبد لو قال له لا ده الامر مش على الامر على التراخي، ظاهر انه على التراخي وانا هذا مذهبي، فهل يقبل هذا؟ فمتى ما كلفك الله سبحانه وتعالى بامر فالاصل في الامر هو الفورية، ان تمتثل الامر عقب الايه؟ عقب الامر به على الفور ولا تؤجله. فما دام استطاع فيجب عليه ان يحج فورا ولا يؤخر ذلك، فان اخر وهو مستطيع فهو آثم، يعتبر آثما. اذا لان الامر يقتضي الفورية، ولما ورد في التأخير من التأثيم ومع العذر فلا تأثيم. طبعا لو كان معذورا فايه؟ لا اثم، انما الاثم عند ايه؟ القدرة بدون عذر. قدرة على الحج ثم عدم الحج وتأخيره بدون عذر. يأثم إن أخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج
فإن أحدكم لا يدري ما يعلم له. وهذا حديث حسن. تعجلوا إلى الحج، طبعا المقصود هنا حج الإيه؟ الفريضة، ليس حج النافلة. المقصود تعجلوا حج الفريضة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي حديث الفضل من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. طبعا هل الإرادة هنا يمكن أن تفيد التخيير؟ من أراد الحج يعني ليكون له مزاج يحج فليتعجل؟ ها؟ لا، يعني المقصود هنا من أراد الحج فليتعجل، ليس المقصود ان من أراد يعني ان الامر على التخيير، ليس في الإرادة هنا على التخيير. لماذا؟ لان الاجماع انعقد على خلافه. ها؟ لكن هذا كقولك مثلا من أراد الصلاة فليتوضأ، من أراد الصلاة فليتوضأ، هل معنى ذلك ان هذا امر على التخيير؟ لا، لان كل من يصلي لابد ان يتوضأ. وهذا ايضا كقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم، هل هي على التخيير ام ان الاستقامة تكليف واجب؟ وعن عبد الرحمن ابن ثابت يرفعه من مات ولم يحج حدث الاسلام لم يمنعه مرض حادث او سلطان جائر او حادث ظاهرة فليمت على اي حال يهوديا او نصرانيا. وهذا رواه سعيد بن منصور. وله طرق توجب ان له اصلا. وعن الحسن عن عمر قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامطار فينظروا كل من كان له جذة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا رواه البيهقي وغيره. ولان الحج احد مباني الاسلام فلم يجد تأخيره الى غير وقت معين كبقية المباني بل هو اولى. قد يحتج من يقولون ان الحج واجب على التراخي بان الحج فرض سنة تسع، فرض سنة تسع والنبي عليه الصلاة والسلام حج سنة عشر. فيعني يجاب عن قولهم ان تأخير النبي عليه الصلاة والسلام هو اصحابه الحج الى سنة عشر مع انه فرض سنة تسع، فيحتمل انه كان في اخرها، يحتمل انه كان في اخر سنة تسع، فرض سنة تسع يعني في اخرها مثلا في اواخر ذي الحجة سنة تسع، او يحتمل انه لم يكن مستطيعا صلى الله عليه وسلم، او حاجة خوف في حقه، خوف مثلا منعه واكثر اصحابه ان يخرجوا الى الحج كما قال هنا في منار السبيل. واما تأخيره صلى الله عليه وسلم واصحابه فيحتمل انه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم او نحو ذلك، او لان الله كره له الحج مع المشركين عراة، وهذا هو الاقرب كما سنبين ان شاء الله تعالى، ان الله تعالى كره ان يحج نبيه عليه الصلاة والسلام والمشركون في نفس الوقت يحجون عراة حول البيت، او لاستدارة الزمان او غير ذلك. ومن جملة الاقوال انه فرض سنة عشر فلا تأخير في هذا الحال، على القول بأن الحج فرض عشر سنة عشر فلا تأخير. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما نزل عليه فرض الحج بادر فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر عام تبوك، وإرجاف الصديق بعلي ينادي بذلك مؤذن به، وهو قول جمهور المفسرين. ولم يرى أحمد بالغزو قبل الحج بأسا. فقال الشيخ هذا مع أن الحج واجب على الفور عنده أي عند الإمام أحمد، لكن تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة لانتظار قوم أصلح من غيرهم أو تضرر أهل الزكاة، وتأخير الفوائت للانتقال عن مكان الشيطان. وهذا أجود ما ذكروه إن كان وجب عليه متقدما، والتقديم أفضل إجماعا. ولو حج في آخر عمره ليس عليه إثم بالإجماع، ولو مات ولم يحج مع القدرة أثم إجماعا. لو مات ولم يحج مع القدرة آثم بإجماع العلماء، يصير آثما بإجماع العلماء. هذه المسألة وهي مسألة هل الحج واجب على الفور أم على التراخي حققها العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. يقول
ما ملخصه في الحقيقة هو كما تعلمون روائع أضواء البيان أساسا هو كتاب في إيضاح القرآن بالقرآن، لكنه أيضا من خصائصه أنه تفسير فقهي، بمعنى أنه متخصص في تفسير آيات الأحكام، وذلك في آيات الأحكام يطيل النفس فيها جدا، يعني الجزء الخامس تفسيره في تفسير سورة الحج يكاد يكون يعني حوالي 600 صفحة فقط في فقه الحج، وذلك عدة من أكبر المراجع يدرس منها فقه الحج. فلكبر حجم الكتاب قام فضيلة الشيخ سعود ابن إبراهيم الشريم اللي هو إمام المسجد الحرام، هو الحقيقة هو طبيب بشري الدكتور سعيد سعود الشريم، قام بتلخيص كتاب مناسك الحج اللي هو الجزء الخامس في كتاب يسمى خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان، وتلخيص جيد جدا أنه حافظ على أسلوب الشيخ لكن اختصر البحوث الطويلة فيه ليقرب الفائدة إلى الناس. يقول هل الحج واجب على سبيل الفور أو على التراخي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، وممن قال إنه على الفور أحمد وأبو يوسف وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني، وعند أبي حنيفة ما يدل عليه وهو قول آخر لمالك، هذا هو القول الأول. القول الثاني نعم، قالوا القول الأول قالوا إنه على التراخي، القول الثاني قالوا إنه على الفور. الذين قالوا إن الحج واجب على التراخي هو قول الشافعي وأصحابه وقول لمالك، واحتجوا بأدلة منها أنهم قالوا إن الحج فرض عام 6 من الهجرة، فرض عام 6 من الهجرة، ولا خلاف أن آية وأتموا الحج والعمرة لله نزلت عام 6 من الهجرة، وبه جزم الشافعي وغيره. قالوا وإذا كان الحج فرض عام 6 وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا عام 10 فذلك دليل على أنه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره عن أول وقت للحج بعد نزول الآية. إذن هذا أول دليل. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم في قصة ذمام بن ثعلبة السعدي في حديث طويل ذكر فيه أركان الإسلام الأربعة، حيث قال فيه وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق إلى آخر الحديث. فطبعا قالوا إن هذا الحديث اللي هو حديث ذمام بن ثعلبة هذا حديث صحيح، وقال فيه وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق. وقد زعم الواقدي وغيره أن قدوم الرجل المذكور كان عام 5، فدل ذلك على أن الحج كان مفروضا عام 5، فتأخيره صلى الله عليه وسلم الحج إلى عام 10 دليل على أنه على التراخي. ومن أدلتهم أنهم قاسوه على قضاء رمضان، صح نقول قاسوه أم قاسوه؟ أي صد منفعش قاسوه، أحسن أصلها إيه قاسا، قاسا يعني عانى، فهذه في حال لما ننسبها للجماعة الغائبين نقول إيه قاسوا، إنما قاس يقيسه فبتقول إيه قاسوه. نعم. ومن أدلتهم أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي بجامع أن كليهما واجب ليس له وقت معين، هذا بعض أدلة القائلين إنه على التراخي لا على الفور. القول الثاني قالوا إنه على الفور وهو قول أحمد وأبي يوسف وجمهور أصحاب أبي حنيفة، وعند أبي حنيفة ما يدل عليه وهو قول آخر لمالك، واحتجوا بأدلة منها آيات من كتاب الله تعالى يفهم منها ذلك، وهي على قسمين، قسم منها فيه الدلالة على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلا والثناء على من فعل ذلك، كان يستدل بجملة من آيات عامة في وجوب مبادرة إلى امتثال أي أمر يأمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وكقوله تعالى فاستبقوا الخيرات إلى غير ذلك. القسم الثاني آيات تدل على توبيخ من لم يبادر وتخويفه من أن يدركه الموت قبل أن يمتثل الأمر، لأنه قد يكون اقترب أجله وهو لا يدري،
كقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، إذ المعنى أولم ينظروا في أنه عسى أن يكون أجلهم قد اقترب فيضيع عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت. ومن أدلتهم أيضا أحاديث جاءت دالة على ذلك، يعني على الفورية، ولا يخلو شيء منها من مقال إلا أنها تعتضد أو تعتضد بالآيات المذكورة وبما سنذكره إن شاء الله تعالى. منها ما أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. وهذا الحديث في سنده إسماعيل ابن خليفة أو أبو إسرائيل الملائي، وهو لا يحتج بحديثه، وكان شيعيا من غلاتهم، وكان ممن يكفر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فيه ابن حجر: صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع. فالظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج. ومنها ما رواه أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه، وأقره الحافظ الذهبي. ولا يخلو هذا الحديث من مقال، لأن فيه مهران بن طفلان، وقال فيه ابن حجر: كوفي مجهول. قلت: قال الحاكم في المستدرك عنه: لا يعرف بجرح. وهذا دليل على أن حديث مهران المذكورة معتبر به، فيعتضد بما قبله وبما بعده، مع أن ابن حبان عده في الثقات وصحح حديثه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك. ومن أدلتهم على أن وجوب الحج على الفوري أن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على اقتضاء الأمر الفورا. أما الشرع فقد قدمنا الآيات في ذلك: وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وغير ذلك من الآيات الدالة على المسارعة، والآيات التي تذم من لم يسارع إلى مبادرة، كقوله: أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأما اللغة فإن أهل اللسان العربي متفقون على أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء، فلم يفعل فأدبه، فليس للعبد أن يقول: إن قولك يدل على التراخي، بل إن الصيغة ألزمته ثورا، ولكنه عطى أمر سيده بالتواني والتراخي. هذا من حيث اللغة. أما من حيث العقل فإنه لا يخلو إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها، وإما لا. طيب، نقول على التراخي لحد إمتى؟ يعني التراخي، هل التراخي إلى غير نهاية أم إلى غاية ونهاية؟ احتمالان. أما العقل فإنه لا يخلو إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها، وإما لا. والقسم الأول ممنوع. القسم الأول إن هو تراخي إلى ما لا نهاية، ده ممنوع. لماذا؟ لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة، وليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع. أنا أقصد يعني هما احتمالين: إما أن يكون له غاية معينة، وإما أن يكون له غاية. فالاحتمال الأول هو أن يكون له غاية معينة، مثلا يعني أن الاحتمال أن يجوز أنك تتأخر عن أداء فريضة الحج حتى لو استطعت إلى سن مثلا 55 سنة مثلا، واضح؟ فنقول أن كل مسلم يجب أن ينتظر إلى سن، ما يأخرش الحج عن سن 55. هل هذا جائز؟ لأنه لا دليل عليه. فإذا من ادعى أن له أن يؤخر الحج إلى غاية معينة فهذا لا يجوز، لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم دون غيره من الأزمنة، وليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع، فلا يوجد دليل على تعيين غاية. احتمال الثاني أن تراخيه ليس له غاية. طيب، لو واجب، مش هنقول واجب بس، ده ركن من أركان الإسلام الخمسة، ركن من أركان الخمسة، ويكون على التراخي، والتراخي ليس له غاية، واضح؟ فهذا يترتب عليه، يكون هذا الشيء ايه؟ غير واجب. الحج بالذات مش واجب بقى لو بالطريقة دي، واجب على التراخي، وبعدين هو على التراخي، وبعدين التراخي ليس له نهاية وليس له أمد، يبقى بالتالي ده يساوي الشيء الذي لا يكون واجبا، هذا يتعارض مع ايه؟ مع فرضيته ووجوبه. إذن القسم الثاني وهو أن تراخيه ليس له غاية،
يقتضي عدم وجوبه، لأن ما جاز تركه جوازا لم تعين له غاية ينتهي إليها، فإن تركه جائز إلى غير غاية، بمعنى أنك يجوز أنك تتركه إلى غير غاية، وهذا يقتضي عدم وجوبه والمفروض وجوبه. فإن قيل لا هو له غاية وهي غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه، وحتى بعضهم استدل بحديث إيه أي لفظ الحديث أكثر أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، هذا صحيح عن النبي عليه السلام. واضح؟ فبعض الناس شبهوا بهذا الحديث قالوا ممكن يأخرون للستين، فقالوا غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. فالجواب أن البقاء إلى زمن متأخر ليس لأحد أن يظنه، لأن الموت يأتي بغتة، لأن الموت يأتي بغتة، وأنت وحاولت تعد الناس الصاعنين في السن الكبار في السن هتجدهم أقل بكثير من الشباب، فدل على أن الإنسان قبل ذلك بتقبض أرواح كثير من الناس، يعني هذا شيء يعني شائع يعني. فإذا يعني الإنسان يعني اجتمع بعض الناس فالشباب يعني، فقال بعض كل واحد قال شوف كل واحد منكم أمله يمتد إلى متى في الحياة، فواحد قال أنا أملي لا يطول أكثر من سنة، يعني لا أعيش أكثر من سنة، الثاني قال إلى شهر، الثالث قال إلى أسبوع، المهم سألوا الرابع أحدهم فقال ما أمل من أجله بيد غيره، ما أمل من أجله بيد غيره، هي روحه في يد الله سبحانه وتعالى يخبرها متى شاء، فلا فرق لا بين الجنين في بطن أمه ولا الصبي الرضيع ولا الطفل ولا الشاب ولا المرأة ولا الرجل، كله أرواحنا بيد الله سبحانه وتعالى يخبرها متى شاء. فإذا البقاء إلى زمان متأخر ليس لأحد أن يظنه، لأن الموت يأتي بغتة. وفي هذا الموضع يصح الاستدلال بكل آية أو حديث فيها ذم طول الأمل، كما خط النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الإنسان وهذا إيه أمله، ثم قطعه بخط يأتي الموت فيقطعه دون هذا الأمل، هذه عادة كل إنسان. واضح؟ فإذا هذا من طول الأمل المذموم. ثم يقول الشيخ فهذه جملة من أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور، وأجابوا عن أدلة المخالفين، قالوا إن قولكم إن الحج فرض سنة خمس بدليل قصة دمام بن ثعلبة فهذا مردود، بل الحج إنما فرض سنة 90، والصحيح أن قدوم دمام بن ثعلبة كان سنة 90، لأن هم استدلوا كان من المؤرخين الوقدي إيه متروك، الوقدي متروك، فلذلك ما يعني تاريخ الوقدي لا يوثق به. قال ابن حجر في الإصابة وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة 5 وفيه نظر، وذكر ابن هشام عن أبي عبيد أن قدومه كان سنة 9 وهذا عندي أرجح. إذا هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وذكر ابن كثير قدوم ضمام في حوادث سنة 9، إذا هذا هو الرد على استدلال بقصة ضمام ابن ثعلبة، أن الصحيح أنه قدم في سنة 9. وأما احتجاجهم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقد قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه، وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله هذه نزلت سنة 6 عام الحديبية، فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. طبعا هذا سبق أن تكلمنا عليه مرارا، وأتم الحج والعمرة لله هل يصح الاستدلال بها على فرضية الحج؟ إنما يعني من شرع في الحج أو العمرة لازمه الإيه؟ الإتمام. بدليل إيه طيب؟ أيوة، ما هو سبب النزول؟ أي نعم؟ نعم، سببه في أن في هذا الرجل الذي أحرم بالعمرتي فسأل ماذا يفعل في عمرته، فنزلت هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، فالرجل كان بالفعل قد شرع في وتلبس بالنسك، وإنما متى يصلح الوجوب إذا كان دليلا على ابتداء الشروع في الحج على ابتدائه، لكن هذا من شرع فيجب عليه الإتمام.
واضح. والصحيح أن الحج إنما فرض عام 9 كما أوضحه ابن القيم، لأن آية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي الآيات التي فرض بها الحج، هذه التي دلت على وجوب الحج بالفعل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي من صدر سورة آل عمران، وسورة آل عمران نزلت عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9. وعلى كون الحج إنما فرض 9 غير واحد من العلماء، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، قال العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر القولين عندي وأليقها بعظمة خالق السماوات والأرض هو أن وجوب أوامره جل وعلا على كالحج على الفور لا على التراخي، لما قدمنا من النصوص الدالة على المبادرة والخوف من مباغتة الموت. انتهى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا المبحث. ثم يقول في منار السبيل: إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد، هذا الحديث رقم 95 وهو ضعيف، يعني أنه يعتبر ليس فقط يعني ليس فقط أن يملك الزاد والراحلة بالشروط التي ذكرناها، لكن يعتبر أن يكون في الطريق إيه؟ أمن، يعتبر الأمن في الطريق، لأن لو كنا بوجوب الحج مع عدم الأمن في الطريق فإن في ذلك الحقا للضرر بالمسلم، والضرر منفي لا ضرر ولا ضرار، حتى لو كان في البحر، يعني ممكن يكون في الضرر في الطرق الصحراوية قطاع الطرق كما كانوا منذ زمان قديم، لكن أيضا لو كان الضرر في ركوب البحر في أمواج مثلا أو مخطرة في ركوب البحر، في هذه الحالة لا يركب البحر. استدلوا بحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد، وهذا الحديث ضعيف كما ذكرنا. فإذا يعتبر أمن الطريق أمن على النفس وعلى المال من ظالم أو عدو أو سبع وحوش مثلا أو غير ذلك، لأن عدم أمن ذلك ضرر، والضرر منفي شرعا ولا يتأتى الحج بدونه. قال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكه، يعني واحد حيروح في رحلة أو يسافر سفر 50% نسبة النجاة، 50% ممكن يحتمل ينجو و 50% ايه يهلك، ففي هذه الحالة هو عاقل يمسك عن هذا السفر، لكن العاقل دائما بياخد بنسبة الايه بالنسبة الغالبة، الغالب على ظن السلامة، واضح؟ يعني مثلا الان مثلا السفر بالسيارات او بالقطارات او بالطائرات او بالسفن الناس تركب، لكن لان الغالب عليها السلامة، صحيح بتحصل حوادث بين وقت واخر لكن العبرة بغلبة الظن، تحصل حوادث في كل هذه الوسائل لكن الغالب ايه؟ الغالب السلامة، فالعقل ينظر الى الغالب غالب الظن، فالغالب هنا السلامة. نعم نعم، في الوجوب في الإجابة عشان قلنا لأن إجابة الحج مع عدم الأمن ضرر، والضرر منها منفي من ناحية الشرعية، واضح الكلام؟ حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في حق الإنسان الذي يخاطر بأنه يعني يسافر في طريق وهو مخطرة، في مخطرة وفيه عدم أمن، إذا قتل يقول أعان على نفسه فلا يكون شهيدا، أعان على نفسه فلا يكون شهيدا، واضح؟ وإن غلب لم يلزمه السلوك، إن غلب على ظنه عدم السلامة ففي هذه الحالة يسقط الإيه؟ الوجوب. نعم. وقال أحمد: روي مرفوعا من ركب البحر حال ارتجاجه فمات برئت منه الذمة، وإن كان غالبه السلامة وجب، إن كان الغالب السلامة في الطريق الذي يسلكه ففي هذه الحالة يكون الحج إيه؟ واجبا عليه، ان استوى لا يجب، ان غلبت السلامة طبعا غلبت الهلكة يسقط الوجوب لا يكون واجبا، لكن العبرة بان غلبت الظن بالسلامة. نعم.
وثاقا لأبي حنيفة ومالك، وعن الشافعي رواية كالجماعة. أيضا مما يعتبر ساعة وقت يمكنه فيه السير على العادة، هذا شرط في عند بعض الفقهاء كالشافعية، اللي هو إمكان المسير، يعبرون عنه بإيه؟ إمكان المسير. يعني واحد حيسافر مثلا بالباخرة مثلا من السويس، يخرج من السويس مثلا يوم 9 ذي الحجة، هيركب مركب 9 ذي الحجة، ويقول لا ده يبدأ يوم عرفات بعد الزوال، يعني بعد حوالي مثلا 6 ساعات أو 5 ساعات من إيه من بداية، هل هذا تحقق؟ هل هذا مستطيع؟ لماذا؟ لأنه سيفوته، يعني على الأقل بتكون قد إيه تقريبا يومين، أقل حاجة يومين في السفينة، أو يومين ونصف بس، نعم؟ 40 ساعة، نعم. يعني المهم إن هنا لا يمكنه المسير، لا يوجد شرط إمكان المسير، واضح؟ نعم. لا معنى إمكان المسير هو أن تكمل شرائط الحج في المكلف، والوقت متسع يمكنه الذهاب للحج، والوقت متسع يمكنه الذهاب للحج. ربما الآن يدخل في إمكان المسير التعقيدات الروتينية الجديدة، إنه إيه في وقت معين وبيقفله من التأشيرات، ولا يمكن أن يدخل بدون تأشيرة، واضح؟ في هذه الحالة يعتبر إمكان يسير بدري كثير عن الوقت المعتاد، واضح؟ فتراعى أيضا هذه الأشياء. إذن من ضمن الأشياء مراعاة إمكان المسير، وهو أن تكمل شرائط الحج في المكلف، كل الشروط موجودة، وأيضا لابد أن يضاف إليها إيه؟ أن الوقت متسع يمكنه أن يذهب في خلاله أداء فرائض الحج. فيشترط للوجوب ساعة وقت لتعذر الحج مع ضيق وقته، كما يعتبر أمن الطريق. وقاله ابن الخطاب وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وعنه أن ساعة الوقت وأمن الطريق وقائد الأعمى ودليل الجاهل ونحو ذلك من شروط لزوم الأداء، لزوم الأداء. ثم يقول المصنف رحمه الله: تعالى فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. فإن عجز عن السعي لعذر، شخص عجز عن السعي الحج يعني لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه يعني فورا أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. طبعا الأمراض التي لا يرجى برؤها، يعني بعض الأمراض مثلا مثل السرطان أو غيرها من الأمراض التي لا يرجى شفاؤه منها، ففي هذه الحالة إذا طرأ له هذا العذر لزمه أن يقيم على الفور نائبا حرا يحج أو يعتمر عنه. ذلك أن الشخص المرجو برؤه ليس له أن يستنيب، مثل المحبوس تمام، الشخص الذي مرض طرأ له مرض لكنه إيه؟ يرجى برؤه، غالبا هذا المرض يشفى ويعالج إن شاء الله، وفي هذه الحالة ليس له أن يستنيب غيره بل يصير كالمحبوس. وفي الإنصاف لو رجى زوال علته لم يجز أن يستنيب وهو صحيح، فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع، لأن العذر طارئ ومؤقت، ينتظر حتى يزول عذره ويستدرك ما فاته من الحج. كذلك شخص فيه ثقل لا يقدر معهم على ركوب إلا بمشقة شديدة، يعني مشقة غير محتملة، فهذا يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه على الفور. أي نعم. أو كان ندو الخلقة، يعني المهزول، وهو يعتبر عاجزا عن السعي لزمانه ونحوه، هذا الذي يسمى المعضوب، المعضوب من العضب هو القطع، كأنه قطع من كمال الحركة والتصرف. وبعضهم يقول المعصوب،
كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه. أي نعم. فإذا أو كان رضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على رحلة إلا بمشقة غير محتملة، فإن كانت مشقة خفيفة تحتمل فلا. نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فرغنا الأسبوع الماضي تقريبا من الكلام على يعني شروط الاستطاعة بالنسبة للحج، أو شروط وجوب الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فعكسه أولى من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. يقول: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. قوله لا: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض، لأن العجز منه من أسباب العجز طبعا ممكن الإنسان يكون معه مال، شخص عنده مال يستطيع الحج من ناحية المال، لكن لا يستطيع لعجز لكبر سن مثلا أو مرض مزمن لا يرجى برؤه وشفاؤه، ففي هذه الحالة لزمه أن يقيم نائبا حرا. نقول: لزمه أن يقيم فورا، لزمه أن يقيم فورا لما ذكرناه من قبل من ترجيح وجود الحج على الفور لا على التراخي. فإن كان مستطيعا من حيث المال لكنه لا يستطيع السفر لكبر سن وضعف أو لمرض مزمن، ممكن شاب لكن عنده مرض مزمن واضح لا يرجى برؤه وشفاؤه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر فورا من حيث وجب، من حيث وجب يعني من بلد هذا الشخص العاجز كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال الزركشي وغيره: هذان شرطان لوجوب المباشرة بلا ريب، وإذا عدمهما وبقيت الشروط موجودة فيه ووجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة وافيا بنفقة راكب، وجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده من خبر الحديث يعني أو من الموضع الذي أيسر منه، وظاهره أن المرجو برؤه ليس له أن يستلم، يعني الشخص المريض مرضا يرجى برؤه وشفاؤه، ففي هذا الحال ليس له أن يستنيل، ليس له أن يقيم نائبا عنه يحج عنه ويعتمد، وإنما هذا فقط لمن عذره مستمر فالشيخوخة والهرم. فإن الرسول عليه السلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، إلا داء واحدا وهو الهرم الشيخوخة، واضح. فهذا لا يوجد شفاءه، لا يمكن ان الشيخ الكبير في السن يعوده شابا. كذلك الشخص الذي اصيب بمرض لا يرجى برؤه فانه يعتبر عاجزا عن الحج من حيث البدن،
أما إن كان مدام مستطيع من حيث المال ومن حيث توفر الشروط الأخرى التي ذكرناها ووجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة وافيا هذا المال يفي برفقة راكب مسافر وجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده. فغير هذا الكلام أن من يرجى برؤه لو أن هناك مريضا يرجى برؤه فليس له أن يستنيب كالمحبوس لأن المحبوس يرجى أن يفك أسره ويستطيع أن يحج فيما بعد. قال في الإنصاف لو رجى زوال علته لم يجد أن يستنيب وهو صحيح. من رجى مريض لكن يرجو زوال علته لم يجد له أن يستنيب وهو صحيح. طيب إن فعل نلاحظ أن شخصا مريض مرضا يرجى أن يستزول هذه العلة عنه ويشفى وعاد لكنه تعلل بهذا المرض غير المزمن أو غير الدائم واستناب في حالة مرضه هذا نائبا يحج عنه من ماله هل يجزئه؟ لا يجزئه لأن الشرط في جواز الاستنابة أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فمن كان مريضا مرضا يرجى برؤه وشفاؤه لا يجوز له أن يستنيب لا يجوز له أن يقيم نائبا عنه. قالت أيضا في الرمز المربع بالنسبة لهذه الأعذار قال ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة يعني مشقة شديدة غير محتملة لأن طبعا أي عبادة لا تخلو من مشقة أي عبادة لا تخلو من مشقة لأن أصل التكليف هو تكليف ما فيه مشقة لكنها مشقة تكون في طاقة الإنسان الصيام فيه مشقة واضح لكنها طاقة محتملة المشقة محتملة يحتملها الإنسان العادي كذلك الحج فيه مشقة لكنها مشقة داخل فوق وقدرة الإنسان. فإذا كان هناك يحصل على هذا الشخص مشقة غير محتملة فهذا الذي يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه على الفوري. كذلك من كان ندوى الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة. ندوى الخلقة هو المهزول شخص من الهزال والضعف إلى حد أنه لا يستطيع أن يثبت على الرحلة ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها المعضوب. يعني هذا الصلاح يستعمل في كتب الفقه عند الكلام في هذا الموضع يسمى الشخص يسمى المعضوب. المعضوب هو هذا الذي يعجز عن السعي إلى الحج ممكن يكون عنده مال لكن لا يستطيع ببدنه أن يمشي أو يركب أو يتحرك كالمشلول مثلا أو أي ذلك من عنده هذه الأعذار التي لا يرجى شفاؤها. والمعضوب مأخوذ من العض وهو القطع كأنه قطع من كمال الحركة والتصرف وبعض العلماء يقولونها المعصوب بالصاد كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه. لكن إن كانت هناك مشقة خفيفة تحتمل فليس له أن يستنيب. إذن من أمكنه السعي لما هو من أمكنه السعي لكن عجز لسبب من السبيل الذي ذكرناهما الشيخوخة أو المرض الذي لا يرجى برؤه ففي هذه الحالة لازمه فورا أن يستنيب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لأن هذا الحج واجب عليه وهو غير مستطيع بنفسه لكنه يستطيع أن يستنيب غيره. ففي هذه الحالة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليه أن يستنيب غيره كالسعي إلى الجمعة. ومن وجد الاستطاعة وهو معذور أو طرأ عليه العذر وجب عليه أيضا أن يستنيب باتفاق أهل العلم. ووجه جواز دفع المال أن الحج واجب على المستطيع بماله فلا بد أن يخرج هذا المال في الحج. هذا الشخص مستطيع بماله لكن غير مستطيع ببدنه ففي هذه الحالة ما دام مستطيعا بماله فلا بد أن يخرج نفس هذا المال في الحج الواجب عليه وذلك عن طريق الاستنابة. يقول فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم يعني فورا نائبا حرا نائبا حرا يعني لا يصلح أن يكون النائب عبدا. نعم
ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، يعني يمكن ان يكون النائب امرأة، نعم، يحج او يعتمر عنه، او يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خطعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة، يعني لانه معظوم، افأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم حجي عنه، وهذا متفق عليه. اذا يجوز ان، إذا هذا الحديث يدل على ان المرأة يجوز ان تنوب عن الرجل، فاذا كانت المرأة يجوز لها ان تنوب عن الرجل، فاولى ان ينوب رجل عن الرجل. ولذلك يعني يقول العلماء ولو كان النائب امرأة عن رجل ولا كراهة في ذلك. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق اهل العلم، وكذا العكس يجوز للمرأة ان تحج نائبة عن الرجل على قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. انتهى كلام شيخ الاسلام. وتصح الاستنابة عن المعذوب والميت في النفس اتفاقا، تصح الاستنابة عن المعذوب وعن الميت، الميت في حالة الايه؟ النفس، اتفاقا. وقال الترمذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث، والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي واحمد. وقال مالك اذا اوصى ان يحج عنه حج عنه، يعني مالك لا يوجب ذلك الا اذا كان الميت قد اوصى، خلافا للشافعي واحمد فانهما يعني يقولان بغير ذلك كما بينا. ولا تشترط العدالة في النائب إن كان متبرعا أو عينه الموصي، ولا يستلم الوصي إلا عدلا ولو ظاهرا، فلا يحتاج لتزكيته. قوله من بلده، فإن عجز عن السعد بعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. الهاء تعود إلى من؟ العاجز، يعني من بلد هذا الشخص العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. يقول الشيخ ابن تيمية حفظه الله تعالى في قوله من حيث وجب، أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. يقول الشيخ فمثلا إذا كان من أهل المدينة وجب عليه الحج وهو في المدينة، فيجب على هذا الشخص أن يقيم النائب من المدينة، ولا بد، لابد أن النائب يكون من نفس المكان. فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ، ولو أقام نائبا من مكة فهو من باب أولى لا يجزئ، فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. والعلة أن هذا رجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة، فكذلك نائبه. يقول العلماء العثمين هذا قول ضعيف، لأن المنيب، طبعا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب الحنبلي، أنه لابد أن يكون من حيث وجب عليه الحج، من نفس المدينة التي هو فيها. ثم يقول الشيخ هذا القول ضعيف لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده، لأنه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة. ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إما لمراته أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ فيقول الشيخ لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا من المدينة. فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدن قبل الشروع في المبدل، يعني يجزئ الشخص المعذوب مثلا الذي استناب
نائبا يحج عنه يظهره هذه الإنابة. لكن لنفرض أن شخصا معظوما مريض مرضا لا يرجى برؤه، ثم استناب شخصا كي ينوم من بلده كي نخرج الخلاف كي يحج عنه، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يشفى هذا الشخص المريض مرضا لا يرجى برؤه قبل أن يحرم النائب، قبل أن يدخل هذا النائب في الإحرام. واضح؟ هل ثم يعني هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئ الشرط، انه قبل يعني يشترط يعني يجزئه هذه الاستنابه بشرط الا يكون النائب قد شرع في مناسك الحج، ما يكونش احرم بالايه؟ بالحج. لماذا؟ لانه في هذه الحاله صار قادرا على البدل قبل الشروع في المبدل، ولذلك يقول في الروض المبدل ويجزئ الحج والعمره عنه أي عن المنوب عنه إذا في حالة العجز. وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، يعني أنه إذا عوفي بعد إحرام النائب وقبل فراغه من المناسك هذا يجزي عنه. لماذا؟ لأنه دخل في العبادة، النائب دخل في العبادة فتجزي، خلاص تجزي عن الذي استنابه. واضح؟ ما دام قد عوفي بعد الإحرام وقبل فراغ نائبه من النسك، طبعا فضلا عن بعده، يعني نفرض انه استناب رجلا ثم عوفي بعد فراغه من المناسك تماما، طبعا يجزي عنه. او استناب رجلا ثم عوفي قبل اثناء اداء النسك، يعني بعد الاحرام واثناء اداء النسك عوفي، فهذا ايضا يجزئه. لكن اذا عوفي قبل احرامه، قبل احرام النائب، فهذا لا يجزئه. نعم. كالمتمتع إذا شرع في الصوم، متمتع لا يستطيع أو لا يقدر على الهدي، فقال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهو متمتع وغير قادر على الهدي، ثم طرا عليه القدرة على الهدي، لكن بعد أن شرع في الصوم، بعد أن شرع في صوم ثلاثة أيام هناك، ففي هذه الحالة يجزئه ويتمادى في الصوم لأنه شرع في العبادة. قال شيخ الإسلام إذا أحج عن نفسه ثم برأ لا يلزمه إعادة الحج من غير خلاف أعلم. شخص استناب شخصا يحج عنه وفرغ من أداء المناسك ثم برأ هذا الشخص الذي استناب المعذوب، يعني شوفي أو عوفي، هل يلزمه إعادة هذا الحج؟ لا، هذه تقع عنه حجة الإسلام. لماذا؟ يعني لماذا يجزئه؟ يقول هنا ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذا، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده. لماذا؟ لأنه أتى بما أمر به، أتى بما أمر به، هو أمر بالحج عن طريق الاستنابة فهو فعل الواجب عليه، فخرج من العهدة ويسقطان عمن لم يجد نائبا. شخص عنده المال لكنه لم يجد نائبا، فيسقط عنه الوجوب في هذا الحال، يسقط عنه وجوب الحج. فلو مات، يقول في مدار السبيل، فلو مات من لزمه حج او عمره باصل الشرع او بايجابه على نفسه قبل ان يستنيب، وجب ان يدفع من تركته، ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، نص عليه، لان القضاء يكون بصفه الاداء. ولو لم ينس بذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضي الله فالله أحق بالوفاء. وهذا رواه البخاري. قولنا فلو مات، يعني لو أن شخص وجب عليه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، هذه إشارة إلى أن الواجب على الإنسان إما أن يكون واجبا بأصل الشرع لأن الشرع أمر به فهو واجب عليه أن يفعله، أو يكون غير واجب
كشيء مستحب مثلا ثم هو نذر نذر، ففي هذا الحال يكون واجبا ايضا لكن ليس واجبا بأصل الشرع، وانما هو الذي الزم نفسه به عن طريق النذر. ففي هذه الحاله لو مات هذا الشخص الذي وجب عليه الحد او الامر بأصل الشرع او بالنذر بإجابه على نفسه بالنذر قبل ان يستجيب، يعني هو استطاع ولكنه مات قبل ان يستجيب. طبعا الكلام على من؟ كلام على من لا يستطع بنفسه، يعني كان المفروض انه يستجيب. واحد وجبت عليه الحج او العمره سواء بنذر او بأصل الشرع ولم يستجب حتى مات، ففي هذه الحاله يجب ان يدفع عليه التركه التي يتركها لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، فيدفع من تركته. طيب من اي جزء من اجزاء التركه؟ هل من راس المال او من الثلث مثلا؟ من راس المال ليس من الثلث. هذه يدفع من ايه؟ من راس المال نفسه، من التركه نفسها وليس من الثلث الذي هو موضع الوصيه. واضح؟ وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ايضا قال شيخ الاسلام ومن وجب عليه، يعني من وجب عليه الحد صار واجبا عليه، وخلف مالا يحج عنه في اظهر قول العلماء، وفي الانفاق من وجب عليه فتوفي قبله يعني قبل ان يحج اخرج عنه من جميع ماله، يعني من راس المال وليس فقط من الايه؟ من الثلث، اخرج عنه من جميع ماله حجه وعمرته بلا نزاع سواء فرط او لا. ما دام كان عنده ترك مالا ووجب عليه الحج فتوفي قبل ان يحج فيجب ان يخرج من اصل المال من راس المال او من التركه ما يحج ويعتمر عنه به بلا نزاع سواء كان قد فرط او لم يفرط. نعم. فلو مات قبل ان يستميت وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه اوصى به او لا، يعني سواء اوصى بذلك او لم يوصي. فقياسا على ايه؟ قياسا على الزكاه وعلى الدين، لانها دين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سماه دينا، اقض الله فالله احق بالوفاء. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ فسماه دينا. واضح؟ هذا كان واجبا بالنذر، لكن هذا نحن نتكلم الان عن الواجب باصل يعني الشرع او بالنذر ايضا. اذا يعني يخرج من التركه من كان كذلك اوصى به او لم يوصي كالزكاة والدين، يعني شخص وجبت عليه زكاة ولم يوصي الورثة باخراج هذه الزكاة. واضح؟ فيجب ان يخرجه من رأس المال قبل تنويع التركة، لابد ان يسدد هذا الدين دين الله باخراج الزكاة الواجبة في مال هذا الشخص. واضح؟ كذلك ايضا الديون الواجبة عليه ينبغي ان تقدم على توزيع وتقسيم التركة. نعم. وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من حيث وجب، يعني من الموضع الذي وجب عليه فيه هذا النصب، طبعا بخلاف النفس الا ان ضاق ماله جاز ولو من غير مكانه. نص عليه يعني الامام احمد رحمه الله، لان القضاء يكون بصفه الاداء، لان القضاء يكون بصفه الاداء يعني كالصلاه وكالصيام ولو لم يوصي بذلك. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه قالت يا رسول الله ان امي نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال نعم حج عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقض الله فالله احق بالوفاء. وهذا رواه البخاري. فالله احق بالوفاء واحق باداء الواجبات، فدل على ان من مات عليه حج وجب على ولده او وليه ان يحج. طيب واحد عاش فقيرا ولم يستطع ثم مات، ما حكم حج ولده عنه؟ لما نقول الحكم يبقى عايزين تعبير دقيق، مستحب من البر ومن الاحسان ان ايه؟ ان يعني يحج عن ابويه ان كان مستطيعا، لكن ليس واجبا. هو امتى يكون واجبا؟ اذا كان قد وجب عليه في حال حياته، فإن وجب عليه في حال حياته. إذا من مات وعليه حج وجب على ولده
أو وليه أن يحج، إما يحج بنفسه أو يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء دينه زي ما يفعل في الدين بالضبط يفعل في إيه؟ في الحج. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله، دين الآدمي سبب من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء وله نحوه. وفيه إن أختي نظرت أن تحج، إن رواية أخرى يعني إن أختي له نحوه، يعني إيه؟ من إمام أحمد نحو هذا الحديث، نحو هذه الرواية، لكن مدى الرواية التي قالت فيها إن أمي في رواية ثانية أحمد فيها إن أختي نظرت أن تحج، فإن غريبة كلمة وله في هذا السياق يقصد بها الإمام أحمد، وله يعني الإمام أحمد في مسنده، نحوه يعني نحو هذا الحديث الذي رواه البخاري، لكن فيه إن أختي نظرت أن تحج. ورد الدارقطني إن أبي مات عليه حجة الإسلام، هذه رواية أخرى عند الدارقطني إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، وظاهره أنه لا فرق بين الواجر بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، لا فرق سواء كان هذا الوجوب وجوبا بأصل الشرع حج وعمرة أو لم يكن واجبا لكنه أوجبه بالنذر حجة أو عمرة، ولا فرق أيضا بين ما إذا كان أوصى بذلك أم لم يوصي، ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته كالدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين فوجب مساواته له، وقال في الفروع من ناب بلا جعل بلا إجازة ولا جعل جاز نص عليه وثاقا كالأذن. طيب رجل رجل يعني حي رجل عايشة فحج عنه شخص آخر بغير أو نجعلها مثال آخر يعني رجل مات ثم حج عنه رجل أجنبي بإذنه أو بغير إذنه؟ بغير إذنه إذا مات إذا استأذنه إزاي؟ واضح؟ فما حكم هذا الحج؟ هل يسقط هذا الذي يعتبر أدي عنه الفريضة أم لا؟ أنا أسأل لا تجيبني بسؤال، يعني واحد بعد ما مات جه واحد ثاني راح حج عنه، بس هذا الشخص كان واجب عليه في الحياة أن يحج، الشخص كان واجب عليه في الحياة أن يحج فمات ولم يحج، فحج عنه بعد موته رجل، هل يسقط عنه أم لا؟ يسقط عنه. ولده كان جاهز واحد غريب أرض. أيوة. يعني أنا أريد نعم. لماذا؟ لا ما في شيء، طبعا فيها تدخل النية بس هو يسقط عنه. يسقط عنه بخلاف الحي. بخلاف الحي، إذا حج عنه بغير إذنه في الحي لا يسقط عنه، لكن في الميت يسقط عنه، إذا يسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. واضح؟ حتى يسقط عن الحي لابد أن يعني يحج عنه بإيه؟ بإذنه، أما عن الميت إن أدي الحج عن ميت فإنه يسقط عنه، يسقط بحج أجنبي عنه عن الميت لا عن حي بغير إذنه. إذا يسقط بحج الأجنبي عنه يعني عن الميت بدون مال، لم يدفع له مال وبدون إذن وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين لا عن حي بلا إذنه، يعني لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه إذا ساغ ولو معذورا. يقول في روض المرضى وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. وإن ضاق ماله يعني هذا الشخص الذي وجب عليه نسك ومات قبله وضاق ماله عن أبائه من بلده استنيب به من حيث بلغ، شوف المكان اللي يكفي المال اللي هو سيبه يكفي نفقة الحج من بلد آخر، إيه أقرب بلد ممكن أو إيه أنسب بلد ممكن يكون إن إيه نفقة الحج تكون أقل، وهو
يشترط على شخص نائب من هذا المكان اللي هو ايه الذي اذا استفيد منه يكفي المال الذي تركه. نعم. او الذي له نيل اخذ بحد حصته وحج عنه من حيث بلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فهذا المال الذي تركه يعني واحد مثلا في المغرب نفقة الحج من المغرب الى مكة مثلا مبلغ معين، هذا رجل مات ولم يكمل الحج واضح او مات عند شروعه في السفر مثلا، وينظر في المال الذي تركه، المال الذي تركه عند وفاته لم يكن يكفي كل نفقة الحج، لكن يكفي واحد يخرج من مصر مثلا او من المدينة الى مكة نائبا عنه، ففي هذه الحالة يؤتى يعني يجوز استنادته من حيث ايه من حيث بلغ. وان مات في الطريق حج عنه من حيث مات، ان مات الحج في الطريق حج عنه من حيث مات، يعني استناد رجل من المكان الذي مات فيه. طيب لو مات النائب بقى يستناد عنه من نفس المكان الذي مات فيه هذا النائب، المستوى هنا في المسافة وفي القول وفي الفعل، لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء، وإن صد فعل ما بقي، وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته ما لم تمنع قرينة. قال الشيخ وغيره الحج يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه سواء كان من جهة المنوب مال أو لم يكن، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب لأنه ينوي الإحرام عنه وينبي عنه، ويتعين النائب بتعيين وصي، يعني يجب أن يلتزم نائب معين إذا كان الوصي عينا، ويكفيه أن ينوي النسك عنه ولا تعتبر تسميته لفظا، وإن جهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه. واحد استناب واحد وقال كده نسى اسمه النائب، يكمل الحج وربنا يعلمه فيقول اللهم هذه حجة عن الشخص الذي استنبني في الحج او الذي سلم الي المال لأحج به عنه. قال العلماء ويستحب ان يحج عن ابويه ان كان ميتين او عاجزين ان يحج، يستحب هنا بنقول ايه يستحب. طيب متى يجب؟ إذا كان الوالد مثلا كان مستطيعا في حياته ثم مات قبل أن يحج، ففي هذه الحالة يجب على الابن على الولد أن إيه؟ أن يحج إما بنفسه أو يستنيب ويكون الحج من مال إيه؟ من مال أبيه الذي تركه. لكن نفرض أن الأب غير يعني بقي طوال فترة حياته غير مستطيع ثم مات، لكن الابن يستطيع بمال الابن نفسه، ففي هذه الحالة هذا من البر، يستحب أن يحج عن أبويه إن كان ميتين أو إن كان حيين لكن عاجزين عن أن يحج، عاجزين عن أن يحج. طيب أيهما يقدم؟ الأم، يقدم الأم لأنها أحق بالبر. طيب الأم كانت حجة الإسلام والأب لم يكن حجة الإسلام، ففي هذا الحال يقدم من؟ يقدم الأب طبعا، لأن هنا يكون حج عن إيه؟ فريضة، فيقدم واجب أبيه لإبراء ذمته. يقدم واجب أبيه لإبراء ذمة أبيه. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا حج الرجل عن والديه يقبل عنه وعنهما واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا. وعن جابر نحوه رواه الدارقطني وغيره. وقال ابن عطوة وحجه عن نفسه يضاعف، الشخص الذي يحج عن نفسه فهذا تنطبق عليه قاعدة ايه الحسنة بعشر امثالها، لكن حجه عن غيره ثواب بلا مضاعفة، حجه عن نفسه يضاعف لكن حجه عن غيره ثواب يثاب عليه طبعا لكن بلا مضاعفة، فهو عن نفسه افضل، يعني كل من يحج عن نفسه يكون افضل ولا نزاع في وصول ثوابه اليهم، ولكن كما قال ابن القيم وغيره تخصيص صاحب الطاعة نفسه افضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة واجمعت عليه الامة.
وللترمذي وصححه عن ابن أبي عبد المسعود المرفوعة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحد المبرور ثواب إلا الجنة تابعوا بين الحج والعمرة. إذا هذا التحريض على الإكثار من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب يطهران الإنسان من الفقر ومن الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد الكير الفرن يعني يصهر فيه الحديد والذهب والفضة ليصل عن الشوائب وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة فهذا حث على المتابعة. طبعا المتابعة لا تكون إلا في النفي لأنه هو أول مرة حج أو اعتمر الواجب فما يكون بعد ذلك إلا هو يقصد به النفي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل يعني أنها سمعت كثيرا من النصوص في الكتاب والسنة في فضائل الجهاد وثواب الجهاد فهي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل العمل فقالت أفلا نجاهد فقال عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور لكن أفضل الجهاد عندكم فرصة تنالون ثواب عظيما هو إيه عن طريق أداء الحج يعني وفيه من ذلك أنه ليس لهن أن يقاتلن طبعا إلا في حالة الضرورة. إذن هذا الخبر حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة هذا حديث لكل أفضل الجهاد حج مبرور دليل على أو حجة لمن فضل نفل الحج على نفل الصدقة وروي إن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. قوله لكل أفضل الجهاد حج مبرور المبرور الذي لا يخالطه شيء من الإثم قد وفيت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل وقيل المبرور المتقدم المتقبل وإن الحج يهدم ما كان قبله ومن وقف في تلك المشاعر العظام وتجلت له الأنوار الإلهية علم فضله يعني من ذاق عرف ومن عرف اغترف حد كلام الصوفية من ذاق عرف ومن عرف اغترف لا يخضع. فبعض الناس تستغرب أن بعض الموثقين الذين وثقوا الله سبحانه وتعالى للحج والعمرة كثيرا يعني يقول ما يسيب فرصة لغيره أو بعضهم يقول ما يصدق بهذا المال على الفقراء هو لا يستطيع أن يعذره لماذا لأنه ذاق يعني حلاوة وطعم وثمرة هذه المناسك وتجلت له هذه الأنوار الإلهية فمن ذاق وعرف ليس كمان لم يذق ولم يعرف. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة لأنه عبادة بدنية مالية لكن بشرط أن يقيم الواجب في الطريق ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد. إذا شيخ الإسلام يقول إن الحج الموافق للسنة على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة يعني نافلة الحج أفضل من إيه؟ من نافلة الصدقة لماذا؟ لأن الحج عبادة بدنية وعبادة مالية أما الصدقة فهي عبادة مالية فقط لكن هذه الأفضلية لها شروط من شروطها أن يقيم الواجب في الطريق ويترك المحرمات ويصلي الصلوات الخمس ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ولا يتعدى على أحد. فالحقيقة أن الحج يعني المبرور الذي له هذا الثواب العظيم والذي يعني ينكف صاحبه عن المحرمات واضح خلافا لمن نرى من بعض الناس هذا أمر واقع يعني بعض الناس يعني للأسف الشديد ينحرفون كثيرا في هذا الأمر وما أهمه إلا الحصول على اللقب لقب حاج واضح حتى وصل الحج الأمر إلى أن بعض السفهاء من الناس يقولون أن اللي بيروح يحج يحصل كذا وكذا في ذمته يعني يشيرون إلى أن كلام الحج سبب لإيه بيستعمل كلقب يتغطى وراءه للنصب والاحتيال إلى آخره فيمتنع من الحج يعني تعلل بذلك فنقول له حج أنت ولا تنصب على الناس حج أنت طيب ولا تغير ذمتك وكن أنت يعني أفضل مثال للإيه
لأداء هذا الواجب والفرض. يقول في الروض المرضى ويستحب ويصح أن يستويب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. ويصح أن يستويب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه. يعني السؤال الآن، رجل قادر عنده صحة وعنده مال وعنده كل شيء من يعني أمور الاستطاعة، ولسبب أو لآخر هل يجوز له أن ينيب عنه من يحج عنه في نفل مثل حج مثلا؟ نعم يا صاحب، الكلام الماضي كنا بنقوله في إيه؟ في الواجب. في الواجب لابد أن يكون عاجزا، حتى قلنا إن الشخص المريض مرضا يرجى زواله ليس لا يتلو أن يستنيب في حج الإيه؟ في الفريضة. لكن هنا نقول القادر المستطيع يجوز له أن يستنيب غيره في نفل حج، في نفل حج كالصدقة طبعا. لماذا؟ لأن الحج هنا لا يلزم القادر، لا يلزم هذا القادر مدام قد حج حج الفريضة قبل ذلك، لكن الآن نتكلم عن نفل فلأنها لا تلزم القادر ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. رواية أخرى عن الإمام أحمد قال لا يستنيب. قال في المبدا ومحلها إذا أدى حجة الإسلام وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرا ولم يؤدي الفرض لم يصح أن يستنيب في التطوع لأنه ممنوع بنفسه فنائبه أولى. يعني بمعنى آخر، شخص قادر ولم يؤدي الفرض، هل يصح أن يستنيب شخص يقول له حج عني حجة تطوع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو نفسه ممنوع بنفسه ونائبه له نفس حقه، فنائبه أيضا يصير ممنوعا، هو ممنوع بنفسه فنائبه أولى أن يمنع. فيما يتعلق بنفقة النائب، يقول النائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. يعني على النائب بالنسبة للنفقة التي تنفق عليه في أثناء الحج مثلا أو العمرة يركب وينفق بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك، يعني يأخذ قدر الوسط النائخ مثله، لكن يضمن إذا استهلك من المال ما زاد على ذلك في كماليات أو زيادة ترفيه عن نفسه أو غير ذلك. أو مثلا كان المفروض أمامه طريقين، طريق قريب وسهل تكاليفه قليلة، ثم وأمامه طريق آخر تكاليفه أوسع، فاختار الإيه؟ طريق الأبعد تكاليفه أكثر، ففي هذه الحالة يكلف بأن يرد لصاحب المال فارق الطريقين ما دام مخيرا، كان في ايده يمشي من هنا او من هنا، انك تختار الطريق الابعد اللي تكلفه اكثر مثلا، ففي هذه الحاله يضمن لصاحب المال ايه؟ الفرق يعني بينهما، فيركب وينفق بالمعروف ويضمن ما زاد على ذلك او على نفقه طريق ابعد من الطريق القريب ان لم يكن عذر، ان لم يكن عذر. وفي الفروع وغيرها يركب وينفق بالمعروف منه او مما اقتربه او استدامه لعذره، فيرد ما فضل، يرد ما زاد وما فضل إلا أن يؤذن له فيه لأنه لا يملكه، وله صرف نقد بآخر لمصلحة وشراء مال ماء لطهارته. طيب هل يجوز الإجارة على الحج؟ بمعنى أن واحد